قنوات المجد للأطفال، أمان لطفلك وراحة لبالك. يا رب الحقوا علي. يا راسي. اي معك الحزام الاسود؟ شوف حق بطولات الاسود. ايه باخذ الاول على المملكه. الله يهديهم، طبقوا علينا. سلامات. والله شفت خير. والله شفت ضيوف حق فريق كفو، صراحه شفت كذا عندهم كاراتيه كذا واعجبوني صراحه. احب نقلدهم بس في ذلك. اها يعني انتم قاعدين تقلدون حلقه يوم الثلاثاء، تقلدون عيال المالكي وما لقيتوا تقلدون الا باخوانكم. والله شفناهم كذا قاعدين يعني وما عندهم شغله، فاضيين، قلت خلينا نقلد فيهم كذا يعني نطبق. بس انا شفت في اليوتيوب كيف وعلموني. لا شو اعلم كيف الحين مره ثانيه؟ تعلمني كيف؟ خلاص واضحه كيف. بس كسرت يده بس. الله يصلحكم يا عيال. اذا شفنا شيء بالتلفزيون وفي حركات وفي استضافات من كباتن، هذول كلهم لازم نروح لاماكن معينه ومراكز تدريب يتدربون فيهن. بعد ما تتدربون تطبقون الحركات، مو اذا شفنا شيء بالتلفزيون نروح نطبقه. وكذلك رسالتنا لحبايبنا اللي بالجمهور، اي شيء تشوفه خطير بالتلفزيون لا تطبقه. هذول تدربوا وبعد ما تدربوا جو سووا الحركات. مو بنصلح حركات على اخواننا، احنا قاعدين ندرب عليهم يعني. يعطيكم العافية. لكن كسرت روسنا. إن شاء الله إن شاء الله أنكم تتدربون وما تضربون ناس تحبونهم. ترى إذا تدربت للحركات القتالية عشان تحمي نفسك، بس ما تضرب أحد غيرك. يعطيكم العافية. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال، لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.